الاخر الجنرال ابو نواف يعطيك العافيه، قواك الله وسامحنا على الاطاله، طولنا عليك. بعد راسي مشكورين، نحييكم ونحيي الاخوه اشقائنا في تلفزيون الكويت والقناه الثالثه والاخوان الموجودين بالاستديو. عبد اللطيف رجدان مؤيد الحداد التوأم، احنا نسميهم التوأم. اذا الاساتذه يعني استاذ عبد اللطيف رجدان واخوي الكبير مؤيد الحداد ومنهم نستفيد، والحمد لله على كل حال كانت مباراه حقيقيه فيها اثاره، فيها نديه، فيها قوه، فيها التحام قوي، فيها فرص. فزنا في صحيح، ولكن يعني لم نكن يعني فوزنا 2-0 مو العربي سيء، لا العربي ايضا وصل للمرمى، اضاع اهدافهم، اضاع فرص كثيره، انما المتعب في المباراه بالشوط الاول والثاني كانت هناك متعه فعلا حتى برا المباراه. اعتقد احنا يعني خاصه بالشوط الثاني غيرنا تكتيكنا، استفدنا من التغيرات. هذا الجانب الاخر، يعني الجانب الاخر العربي غير تبديلات، اراد ان يستفيد في هذه التبديلات، جازف قد يكون في هذه التبديلات حتى يكون يمتلك الملعب. القضيه قضيه مو كره طويله شفناها عكسيات، يعني شفنا انتم اللي استفدتوا منها مو العربي اللي استفاد بالتبديلات، لان على اعتبار انه وسط الملعب لازم انت تتميز في وسط الملعب، كره استحواذ الكره في وسط الملعب، تخلق فرص من وسط الملعب ومن ثم تنتقل الى الامام. يمكن احنا الشوط الثاني اجرينا تبديلات ولله الحمد افادت الفريق. بالجانب الاخر غيرنا تكتيكنا، سجلنا من الهدف الثاني، لعبنا في 4-2-3-1 بدر تحت المهاجمين، يعني سدنا ايضا بتغييراتنا. المباراه كانت جدا ممتعه كقبل النهائي، ككون القادسيه والعربي انا اشيد في لاعبينا واشيد في لاعبين العربي واشيد ايضا في الجماهير، واقول لكم مبروكين الاصفر. ما تتاهل بنواف افا العربي، هذا العربي مره من العربي سواها فيك 2-0 وتعافاز عليك بالاياب 2-0 وانهاها لك بلنتيات لصالح المدرب كان جريد. انا كنت في السالميه، كنت اقول لك لا انا كان في سابقه ايه لا كنت اتوقع ان القادسيه فايز، وانا كنت في النهائي السالميه، طلع وصل الطرف الاخر العربي، كان القادسيه ايضا متفوق 2-0، وهذا اعتقد للتاريخ للاعبينا الجماهير، اهم شيء لاعبينا، وانا عندي علم بهالشغله هذه، وانا علي ان اليومين هذه ايضا تحتاج الى دراسه للمباراه القادمه. المباراه القادمه صعبه جدا، العربي فريق محترم، انتم لاحظتوه من خلال ابطال العرب بالذهاب والاياب شلون قاعد يستفيد من الذهاب ويستفيد من الاياب. كافي الفرق اللي طلعها اي قاعد اقول لك، بالتالي اقول انا اشكر العربي في هذا اداءه، واشكر ايضا لاعبين القادسيه وما ادوا ما قصروا. بنواف قواك الله ويعطيك العافيه، ونقول حق الاخوان في الاستوديو التحليل كابتن مؤيد كابتن عبد اللطيف اعطاكم تحليل فني بحت عليكم الحين تقدرون تحللون فيه على الراحه والصراحه. بنواف نقول له مشكور صراحه احترام.